الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويا درسي لبعض كمدها دروس كتاب كان الأصول من علم الأصول. درسي ني هوري دين خلاصي نو شيخ رحمه الله تعالى وحي نو شيخي أصول الفقه ومقع فنيغان فنون علمية كميدة إنو ككوبية هاي لبئري ومضافي مضاف إليه أصول يا الفقه حدي مقعو يا هاي مركب سأصول الفقه يا عبد الله إيه وإن لبئري مدولبا قوندي سألوغرتو معناه اللقادة كلية هاي يا معناها استلاحيغا أما الشرعيغا وليه كدبنا لبدي أريه وذا الصعداء ومقع النقضي عد أما علمي معناها مقع سؤولي هاي إلا الشيخ مركا أصول أي قيحي لقاهان وما يبنى عليه غيره بوري معنا كفي عمل من الله رعضه والأساس أساس الشيء أساس كحسي ونغن كرا كأساس الجدار والشجرة معنوين ونغن كرا كأسل الدين استلاح النموقي حنبين المصنف رحمه الله تعالى الأصل علمتنا إري بحنهان إري قال الأصل معانيه واستعماله بين الشيخنا السيداء الدليل الراجح القاعدة المستمرة مخرج المسألة الفرضية إيو الأصل والمقيس عليه وأركان قياس كمين فقهنا لقاه والفهم هو يدي وعلى فهم يا وح ظاهرة عن القضاء أما وح خفي والدقيقة عنه سراج حوي استلاحنا شيخ وحوري فقه ومعرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها تفصيلية وقرشد لقرطو أحكامته شريعة الوتيري عملي عمل كسابسا لقونا قرطو مسألة كستة دليل كذا وقارك مركو إنك نريش إذا مركو لقيحة يوم روح لقو قيحة قرشدة قرشدة بقو قيحة فقه يبقى عكري قرشدة أحكامتها لقرطو وحكو لقو قيحة المدرك وحا لقرطي لفتيس وضيل رادو فقه يقوى الأحكام الشرعية أحكامت اللفتي دي هلا قرطها ما يالا قرانه أيها فقه واي محترزات كتعريف كاسي وشاقي أما شر حيسة مركا لدي معرفة الأحكام الشرعية معرفة وعسوق قليا قرشادة قطعي قاه والعلم هل كانوا كل شاقي هي قرشادة ظني قاه سي قطعي هلو قرطة مثلا دي أما سي ظني هلو قرطة وفقه الأحكام الشرعية لو حلوقتش إذا أقول أحكامتها حق شريعة شارعي إنك قتمي وأحكامتي عقلي قلقو قرطي يوتي لقو قرطي عادة هي أحكامتي لقوي قايد وحاصرا أيام فقه نقونين أحكامتها شرعي قايد عقيدة هي عمل بوي اللي هذي مركا لديها العملية أنا وحاميش لقصاري أحكامتي عقيدة كصاب صنعي أحكامتي عمل كصاب صنعي ده يوم مركا فقه نقونيس بأدلتها التفصيلية أنا وحلوقتش إذا أدلة الفقه ونوعان أدلة إجمالية وسجود فقه محاد دليلها لقاها الله الكتاب والسنة والإجماع والقياس مثلا إيو بالدلاء الدلة داسي هوس اللوغوس ينادعه وحياب الله حيرا لقاها الله توصيل الفقه كهذا للدلة الإجمالية وكذلك قواعد ويدون الدلة الإجمالية كميدة الأمر يقتضي الوجوب النهي يقتضي التحريم العام يبقى على عمومه حتى يريد الدليل التخصيص المطلق يحمل على المقيد إذا توفرت الشروط وهكذا الدلة النوع على الدلة التفصيلية هو الدليل الذي يدل على مسألة بعينها إما كابدين راهنو القرآن من أدلة الأحكام والدليل الإجمالية هدين راهنو وأقيموا الصلاة
دليل على وجوب الصلاة ودليل تفسير أي مسألة قارب كاضية. ولا تقربوا الزنا دليل على تحريم الزنا والدليل تفصيلية. دليل تفصيلي وحكرمه والدليل مسألة سجارة وقهضية وحقار واجبينية أما حارنتمينية أما ندبينية أما كراهينية أما إباحينية. ولكن الدليل هذا إجمالي أصول الفقه كهذا دليل تفصيلي أصول الفقه كما هذا إلا على سبيل التمثيل أو الاستدلال به على قاعدة أصولية. دليل مسألة قارة كهذا يا كتب أصول الفقه قال له حالون بالغش هيك حالة كواد وحيتاي إن تصارع لقدر جيو حالة دل بعضنا وحيتاي إن قاعدة الأصول قال لفتي الدليل لقدر جيو الدليل التفصيلي قال وح كهذا أصالة كتب تفقية كتب تفقية قد وحي شيء جس فروع دي جزئيات كيف فقية هي أفراديسي مركاد وحلاقي يا باين مسألة ده بس أيش أجار كا فروع ده كل الدول إن دليل كيس جار مسألة ده وقال لي أشكته واي مركال كا مسألة نتبلان واحد الشيخ ومركو وريف المراد بقولنا معرفة العلم والظن وحو خلاف كتير واحد اللي يسقوا فقصي مسائلش أحكامته الشرع جاي عمل جاي ظن جاي إني مقع فقه قاضي لكن واحد ليس خلافي الأحكام الشرعية العملية القطعية مثلا وجوب الصلاة وجوب الصيام تحريم الزنا فقه مئة الأورانية هذا مسألة قطعية أيضاً. الشيخ يسقوا هالكيبو مري إن فقه الأورانية بس لا تقرش هذا لقرتي قطعي هالنقطة سيقينية أما سيظنية الله قرته ورس الراجح بين لي وهي صحابة فقه النبي عليه الصلاة والسلام ستة وسوق قادنين وده فقه فقه جود قطع مو بدنا بعد ده فقه بالورني تكلوا الذي جرى عليه عمل الفقهاء بين لي وفقهاء كتب تفقه مسائل ظنية اجتهادية وقولكم يقرن مسائل قطع قاعدنا وكتب الله جوب الصلاة تحريم الزنا حد الزنا وحاصر دمويك يالا. قال رحمه الله تعالى الثاني والتعريف كاللباط سو أصول ما ينقر ما حلوغة جيدة لغة واصطلاحا الفقه نصو ما ينقر لغة واصطلاحا وحلوغة جيدة اسكو قبل بدودة أصول الفقه ومقع علمي علوم تكمدة حلوغة جيدة لكن هذا كلمات كلمة قيحية كلمات كيو علمي مقع نقضيبها لقيحية علمي قاسها لقيحية هذا علم أصول الفقه لا يراد ما قاعد كله أيام القيحية مثلا عبد الله وتركيب إضافية عبد الله عبد وين لقرتوا حلو قتشيدو الله أنا حلو قتشيدو وين لقرت صوما مركب مفردات كان القيحية مركز لكن عبد الله يوقف كان من عبد الله يبقى القولي من كلمات كان القويدين يا مسام ما قاعد كلام القويدين يوحي ما قاعد كلي وحيه. مركا أصول الفقه وام حي هذه القرآن. يدل له شيء ده علمي ما قاعد عالي. ده علمي جيبه القرقح. وتعريف سه هذه القرآن نحو وام حي. أما فقه وام حي هذه القرآن. أما التفسير وام حي. وين؟ الثاني وباعتبار كوني ومرك الله يقاه عن شاه وياي لقبني اسما ما قاعد وياه هاي. إرجع أصول الفقه. لهذا الفن نوعا وياي مقع نوعا المعين عيما كم ده فنون علم نوع ده علم وصول الفقه علم مقع واه علم قام حاله وقت شيء ده وايد مركب باعتبار الأول أفراد القيحي باعتبار الثاني نه أفراد يوض الصعطاء أما مفردات يوض الصعطاء علم مقع واه علم جاي مقعويهين أي القيحية. مركان لقب بوري مصنف رحمه الله تعالى اسم بان وجد شيء ده لكن أرجع لقب هو استعمال ده لقب كوا ما أشعر برفعة مسماه أو دعته. مركان هالك ند علم جنوا أمانية هي لقب هو يري وبمعنى علم أمانا إنه يهي ومجي عيسى سبب وتصين أيق
وناجسي أمانتيسة أيومبو صنف رحمه الله تعالى متشنيه. وحيلي علم الوي فيعرف والقيحة علم جنسول الفقه الرابع وحلقو قيحة بأنه يسقو علم علم ينويهي علم جاسو يبحث يسقو بارا علم جلفتي سباريا مايا العالم به كيسقى يقام با أي وحبارية مركو من باب المجاس العقلي وحير هذا وين أنا أدلة الفقه فقه الدليل الذي سباره وكه الله الدليل الذي فقه الإجمالية سجود فقه الدليل واحد وكيفية الاستفادة هنا بارا سيد اللغة فائدة سنة منها الدليل داسي أحكام لغة صباحية وحال المستفيدين بارا كأدلة أحكام كفائدة سنة حال كيس بمعنى صفات كيس على قربه أي تاين وكسفوه رجالك وحين وقت المامي علم قال هذا أصول الفقه إنه كهد الله صدح مسأله مسألة كوبات وأدلة الفقه فقه جم حد دليل إنه قضاء يكهد الله وأدلة الأحكام وكهد الله مسألة اللي بعدنا وطرق الاستنباط وأدلة مركح حكم لجلسة وبحية والدوين كلا مره وحكاية الدلالات والألفاظ هي أحكامتها إليهين ألفاظ داس إريدوا حيث صيان الأمر يقتضي الوجوب أنه يقتضي التحريم العام يبقى على عمي المطلق يحمل على المقيد الناسخ مقدم على المنسوخ إيو وحكروا كذا حال مستفيد مركوين نجي نري أصول الفقه جو وموضوع عيسى أساسي جاهي وأدلة الأحكام أحكام تلفت إذا مركا مقدمهان بالله جاهي ودي وكتبت أصول الفقه وكتالة سينارك دون أحكام تي قيبها إلا هذا هي سير غيدي وحباس لكن مثل هذا أصالة وأساسا وقه الله ومحا أحكام الدليل النقدار إيو دليل داسي أحكامتها إليهن كيفية الاستفادة من أدلة الأحكام نوكها الله وطرق الاستنباط وأبواب أصول الفقه وكها الله وقومه مسلمت كمين حال المستفيد كودي مجتهد كي إيو مقلد كنا يجنا وكهلا لكن ده خاتمها هم بالوش هيجا سيدا أحكام تبا مقدمها الوش هيجا لكن الصلاة توح وكهلا يؤدلة الأحكام يؤدلة ده سيدا حكم لوقف هذه سنكر وضد الله مريه استنباط حكم من هذه الأدلة سكر والواقع حوله أدلة الفقه الإجمالية على سكير هذا أصول الفقه جو علم أصول الفقه قال هذا وأدلة الفقه جه جود ومر كان موضوع عدة أصول الفقه محل قد جاي أدلة الفقه يقوم على قد جاي وأحكامتنا مقدمها على الله شجع كيفية الطرق الاستنباط إيوه حال المستنبط إيوه وحاسونا منا وطبع أهم إيه جانا الله شجع فالمراد بقولنا أبو يري قول كأن أنو نري على جمالية مراد كلا جلي والقواعد العامة وقواعد الجود مثل قولهم سأقول كودا إلى هذان أصوليين الأمر للوجوب أمركو واجبني موسقنا هذا والنهيون للتحريم موسقنا هذا قال كان للوجوب وللإيجاب ينرابا في عناد واجبين والصحتنا إنو عبادة أن صحة أو معاملة صحة تقتضي واحد كإنسان يسأل النفوذ الاعتداد بها في عناد ينرابا إن لترصد عبادة أو معاملة صحة marka hada la soo adilada ijmaaliga ahayd musannifku qawaaciddi usulka ayuu ka dhiga laakiin qawaacidda usulku adilada ijmaaliga waa kamide adilada ijmaaliga ah ee usul fiqhu uu ka hadlaa waa alkitab wasunnatu walijmaa walqiyas waladillatu almuttafaq alayha ya aladillatu almukhtalaf fiha adilada isku khilaafsay sa'urfiga iyo saddu daraaci iyo istisxaabka iyo أن كو الله متكاه شرع من قبلنا أيه
marka waa qayb kamida adillada ijmaaliga ah ya adillada ijmaaliga xoran karnaa usul fiqhu ka hadla asalahan wa muhafiq qadiliilu marka sura fiqhi waxa dalil u noqdo al kitab quraanka as-sunna al ijmaa al qiyas tanu sheekhu yiri wa adillada ijmaaliga waa qawaacida usuligaana wala amru wujubi ya annahu lit tahrim ya sa'a taqtadi al nufudhi تخلف الشرط يقتضي الفساد كوني وقواعد اصولي قاعد ويجي لفت انا وادله اجماليه ولا اورن كره لمساله غار كا حد لمايا امر غار دي لغا حد لمايا امر اورن با لغا حدليا حيث ما ورد في الكتاب والسنه نهي اورن با لغا حدليا فخرج وحا كبحي به قيد كا الادله الاجماليه الادله التفصيليه با كبحدي وصول الفقه كما هذا أدلة تفصيلية أدلة مسائل غارة تصنيسة مسائل غارة واجبينيسة أما حرانتمينيسة أما سنينيسة فلا تذكر لما الشيء أدلة تفصيلية في أصول الفقه كتبت أصول الفقه ولما الشيء إلا على سبيل التمثيل تصالي إن لغن يقيمو يعني القاعدة قاعدة أو على سبيل الاستدلال بها على القاعدة أما قاعدة لفتني لود للشريعة، وقاعدة سيل وجود للشريعة. مثلاً مركل الأمر يقتضي الوجوب، صماها قاعدة. وحكاة المسلمين تقاعدة محاو الدليل. مركل سيل كيني أن آيده هي حديث. فعصيت أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. لولا شق على أمتي لا أمرتهم بالسواك. adillada gaarka usul fiqiga maxaa lagu sheegaa si qaacida dalil looga dhigo ama si qaacida tusaale looga dhigo wal murad bi qawlna in nuri markay usul fiqiga qeexinay oo kayfiyatu istifaati minha in nuri waxa looga jeedaa macrifatu kayfa yastafidu al ahkama wa in la garto sidee buu ahkamta uga faa'iideysanaya oo uga soo baxaya min adillati adilladeeda تاسو كو إيمانيسا بدراسة أحكام الألفاظ إريدا كتاب كي السنة كساروري أحكام تاي تسينيان إن لبارو إيو الدلالتها إيو حاي تسينيان مثلا أمرك حكم كيسو إنو يهي واجبين ودي تنمرك دي أمر كساروري آيات قرآن أتراهضو وحال إس أمري وواجب لأن الأمر يقتضي الإجاب النهي حكم كيس وياي تحريم يد لالده ويريد قار ان عموم تصيان سي كل ايه جميع ايه عام ايه كاف ايه ريدي اسماء دي مهم كاهيده دي اسماء وشرط ايه ان عموم تصيان ريد قار ان اي خصوص تصيان سدا اسماء العلام وكله وجاء زيد يجاء عمرو مثلا هو إطلاقنا إنه إرجعنا تسينا يا شيء جا حقيقة دي سيوان العايمين سو تحرير الرقبة إرجع الرقبة محوط تسينا الضون الضون لقوم عايمين هذا هو حقيقة ده الضوني ما يكون ترتون أيوم على جرة يو التقييد إنه هذا تحرير الرقبة المؤمنة الرقبة دي محل جو قيدي شرط الله قديم إيمان يو ناسخنا يو منسوخ يو غير ذلك فإنه أرن كوحي بإدراكي قرشد أو قرتقفكو دلالات الألفاظك ريد وحي تصيان يا أحكامتها إليهين أي يستفيد فائدة سنية أحكامها أحكامتها دي من أدلة الفقه وكفائدة سنية أدلة الفقه وأرن مهمة هذا الدليل كالتقان لكن دليل كان سيدة حكم لو غلصوا بحوانة قران هين الدليل كحكم فايدة سنس لا تأكل الربا واتقانا لكن ما تقاند لا تأكل لقاهان إن يتهي صيغة نهي ما تقاند ما نتقاند أصول أهان نهي يقولون فايدة تحريم ما سورة قال كوتين الآيات دا كلا صواب حضا إن ربا دو الحاران كلمة صواب حكرتين دليل كواضح يسأل لكن محا كامقان كيفية الاستفادة وكامقان سيد الدليل كالحكم وقرد يقل لهيد أما هذا قلصه بحي لهيد
مركا دلالات الألفاظ كوا من أهم أبواب أصول الفقه. وين الدلة الأحكام إن تجرتها؟ ها أحكام تدللون نقضة. وحكوسه حجا وين تجرتها؟ دلالات الألفاظ وأحكامها. دلالات الألفاظ وأحكامها وين تبرتها؟ ها عام تصيع، ها خاص تصيع، ها إطلاق تصيع، ها تقييد تصيع، ها إيجاب تصيع، ها تحريم تصيع، ها ندب تصيع، ها ناسخ لغون كرا، ها منسوخ وين تجرنس؟ الكوائن التقانو إريدني معناها اللقد كليين أمر إن هي بعض دانت كلا جرين كور صورة قلب أين آيات ما حدث حكم كلا صباح أما عام يخاص دانت كلا جرين عين إريد ما عم تصيح كويباس خصوص تصيح أما إطلاق التقييد دانت كلا جرين وايد وحيري مصنف رحمه الله تعالى والمراد بقولنا وحال ولا كذا قول كان هو حال المستفيد وحال المستفيد يا نري عن أدلة الفقه الإجمالية وكيف الاستفادة منها وحال المستفيد يا نري وحال ولا كذا معرفة حال المستفيد كدليل كحكم كفائدة سرية حال كيس إن لقرته حال كيس محال ولا كذا معنى صفات كيش شروطها كعلى قربه وهو كاسنة كدليل كحكم كفائدة سرية وكي والمجتهد وي سمي وحلو مقع مستفيدا لانه محيل يستفيد وفائده سنه بنفسه اسكي بو فائده سنه الاحكام احكامتي ان ادلتها بو كفائده سنه وكلا صبح ادلته لبلوغ غارسته وغاره اوجد مرتبه الاجتهاد وده اجتهاد كشروط اسمها كما انه يقان ايات الاحكام حديث الاحكام انه يقان دي اصول الفقه او وحي اصول تجليني استنباطك لقد انه يقان فمعرفة المجتهد مجتهد كجرشديس وشروط الاجتهاد وشروط الاجتهاد أي ومعرفة شروط الاجتهاد هي اجتهادك شروط سيلا قرتو هي حكمي لا قرتو هي ونحو ذلك يبحثوا حلقو بعرب بمعنى لقاها الله في أصول الفقه ما لقاها الله فقال كان لو مثلا براروتشيني مثلا كوادو حويه مستفيد كم مجتهد كو قرأ هذه لغة كذا المستفيد بنفسه من الصغر عدسي مرن دليل كحكم كلاسوا بحكرها كاسوم بمستفيدة حديث مستفيد كلغة كذا كل من يستفيد حكما من الدليل مجتهد كوا مستفيد مقلد كوا مستفيد مجتهد كوا مستفيد بنفسه مقلد كوا مستفيد بغيره وعد كلام بأمر عد كلا كتري عيد عصا مثال ده والدليل أنا مثلا حكم كده وصلها تسوتها وطلبات هل هناك مرتبة بين الاجتهاد والتقليد هذا الشيخ ابن عثيمين وحكم وقضى تقليد هي اجتهاد مرتبة ولا حيسينا نتشلين وكي يري سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفس الأحكام من أدلته لبلوغ مرتبة الاجتهاد وقوله يكون تجين كثير من الأصوليين قول كلوح لي ما واسطة كرتها بين الاجتهاد والتقليد واسطة ده حيث اجتهاد كي التقليد كان على رادة اتباع وقف كان درجة الاجتهاد مجهرين لكن يفهم كيف يدل الدليل على المسألة بإمكاني أن يستدل الدليل شنكرا وطالب العلم سلين تبحثيو مجتهدين توحي رادة وحيد دليل شدين وفهمي كرا لكن سوكا لدي تقليد ما المهم واحد يقول عرنتي تقليد كحقيقة دي سواح تقليد كحقيقة دي سواح ويان إن القول كقفك قاضته هذا واحد دليل شديد قرانين هذه السيدة على إرادة قفك واحد دليل شديد قرانين مقلد نقول ماي سواما والتعريف هذه الإرادة ماي تقليد كوح ويان إن قفك قول كيس قاضته هذا الدليل كيس قرانين لكن اعتراضات كالوسع رورين كرانت كتشوابي كريم هذه تعرف كتقليد كالصالة قد يقول يا الله ورنك لا مثلا قف كطالب العلم كا مثلا الدليل كذي قرني الدليل كنسود وتصين أيه لكن اعتراضات كل جسوا أروني يعني كتواب كرين هو مقلد لورنك لا مرك حقيقة التقليد كلفتي سال يسكو خلافسي إن شاء الله وتعالى سينار كدون وهي خلاصة مركم حين نقطة أصول الفقه وامح علم جو أصول الفقه لرضامح
إلا مدى يريه وضا الصعداء مقعويين وعلمي كهض الله محافقي الدليلون وقدارتا الدليل هذا قود الفقه أيو كهض الله الدليل هذا فقه وسي قود كهض الله ومحاد دليلون وقدار إيا الدليل هذا قود أحكام إلا هذا بكهض الله مثلا دي قرآن نمضى محاكو سقناطا قراءة الشاد كهيد مية حجتها هاي حديث كي أحاد كها حج النمديسة ناسخي منسوخي حماد دليل على حيرده أيو كهض الله وحيابك الله دي طبعا أصول الفقه وقه الله نواجرتا مقدمان أحكامت وقه الله بيمنري طبعا وقه الله دلالات الألفاظ وأحكامها إريادو معناها يتصيان هي أحكامتا بمعنى إريادان ستصيان يعني. إيو أوصاف وشروط من يستفيد الأحكام من الأدلة رماس ولا طبعا لكن موضوع أصل كا أساسي أصول الفقه كا الله محي وأدلة الفقه ومجعيسة بدي ساعته سرية أصول الفقه معنى الله محي وأدلة الفقه دي ويريقن أصول مجع عرمرك كل احتيره وبمعنى أدلة مرك أصول الفقه وأدلة الفقه أدلة الفقه جاء مسألة سجارة واحد لسميان مايا وأدلة الفقه جاء يجود حافقه الدليل ونقضى واي ويحول المصنف رحمه الله تعالى فائدة أصول الفقه علم قال أصول الفقه غير هذا فائدة ديس إن أصول الفقه بوري علم قال أصول الفقه غير هذا علم وهي علم قاصو جليل القدر قدر كيس وهي عظيم القدر بالغ لأهميته أهمية أولي هذا وحال ديرتها غزير الفائدة فائدة صناعة بضانتها فائدته فائدته سوء والتمكن وإن قفك برطاء ومكان صده ومعنى أود وياشو من حصول قدرة أود حاسلتان كده وإنه مكان صده أود داسو يستطيع وكو أود أيو بها يدا استخراج الأحكام أحكامتي ولا صبح أحكامتي الشرعية يعني من الشرعية الوتيري من الدلتها وكلا صبحها الدلتها على أسس أساسية إساقه وكسوغان أي كائن على أسس أساسية داسو سليمة بدقبت ما إنو قرشة شعد آيادة وقود دليشان يوحدونا بحديثك وإنو الدريقة صحة ديمر أدور هذا كورما وأقيموا الصلاة وأقيموا ونهي والنهي هنا يقتضي الإيجاب نهي هنا واجب بكين صلاة فالصلاة واجبة نتيجة وقاري وآه صلاة دين واجب تاي آيات دو حكم كاكس وصار وصح لكن هل صلاة مسألة كان صحيحا وده صحة ميوري وده صحة ميوري دي كعلى أسس سليمة وقواعد دي دي أصولي قاهي الدلة دي اللفت دي كوكو تنتي وانو كشقية ومركو دليل كاكس وصاري حكم ركاكس وصاري طيب مركا أصول الفقه فوائد دي سوحا وشاخو ينواغ الشاقي أصول الفقه برشدي سقفك وحوية ليس أود وقوية الشر إنو الدليل كحكم كلا صبح سقوة دا صحة مريا طرق الاستنباط الصحيحة سقوة مريا وحكالو دي فوائد سكمل الدين تالغو إلالي دين تا وحيابا لغا إلالي دي وحكمل التبديل كتغيير إلا بدل الدين تي يبدع يا وحيابا نعاس وحكالو فوائد سكمل هو الطريق إلى التفسير الصحيح للوحيين ووضد الله مرة تفسير كالصحة إلا فصير أي قرآن كيو يسنة واي وأول من بول مصنف رحمه الله تعالى كيو رئي جماعه وروري علمي كان كفن إساغو فني معنى علمي فن والنوع النوع إساغو من أنواع العلوم وواحد علوم تكمل ومستقل مدح بنان الإمام الشافعي وهي من كاسي إمامك الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله أصول الفقه وحو شافعي هل أبو ريما اختراعي سيئو هل أبو ركي سولها علم إنت الدين تجرتي بدأ أصول الفقه وشري أمركو ولي قيب بدأ إنت شرعات تجرتي بدأ
واجبين وتسيني إنه يقولون تحرم وتسيني سياق قاركود ألفاد قاركود نعم وتسيني قواعد أصول يودي الصحابة رضوان الله عليهم يدد كي كدن بيبا أي على سبيل الاستدلال وش يجي تشرين وتشرين سيدا نحوه بده وتشرين وضعوا علماء نحوه قرطي وعصوبة عربيان كو هذا الذي ما يسوه كرن لكن ما يلبانوا كو الرسرين وكتاب قاران كو الرسرين مركان شافعي وحسيني وهر مريوا محي وينو فنقن قوني وصاري وكتاب قوني وكقري كتابك وكقري وحل هذا مركا سبق له سبق التأليف وليس له سبق الاختراع والإنشاء إنه ألفه وروريه وكتاب قوني وكوريه وشاف عدد كله وقوري لكن العلم كان يسقوا هلا أبوه يسقوا كنيب يسقوا السميد ذلك وقمرين والنبي عليه الصلاة والسلام مركي لويديه عن الحمر رأيت عن الحمر من الدميرة كور قال لم أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى دميرا وحكى هذا ليا ليقومس ودتشين يعني دميرا وحل قصة ما يجيو يقفك وحكيريو آية دمو يعني وحكى ليقومس ودتشين الرسول فمن يعمل مثقال ذرة أقول دمير كجتشين يقفك الدمير قصة ما يخير يشر يعني عموم كده ومن تحسين عموم فايدين اسم قفك الدمير كيس خير قصة ما يانا ده وهري قفك الشر قصة ما يانا ده الشر كاسو هري دونا معنو أساس شاف كتاب قريوح الورنش لي الرسالة الرسالة كتاب الرسالة وحانا كتاب كاسيكو كلفي إمام كيلو ورنش لي عبد الرحمن بن مهدي باك الضلبي وحانا الرسالة ده مركو وروكو قري الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بغداد مركا الرسالة البغدادية بالرأتاس الرسالة القديمة والرأتاس هذا وهي مفقودة الرسالة القديمة مع الرسالة البغدادية ومفقود لما هي أيضا مرلبات بو قري مركو مصر تجي أي قري الرسالة تيمك الله هي والرسالة المصرية وفي مصر وقري وانا كتاب عظيمة كل كتاب باتشراء اور بقول له صفحة دودة كتاب الرسالة كصاب صاروا عن أوروريي رسالة الماجستير كتاب كان قاتوي وحوية أدلة الأحكام عند الإمام الشافعي في كتاب الرسالة وهو كتاب عظيم وآذف فايدة بضل واي ثم تابعه حيمام الشافعي كراع أي العلماء علماء دي في ذلك أرنقا كراع يعني الدبديبي يقول كتب كقرين فألفوا يألفين فيه علم قند حديثة التآليف وألفات كالمتنوعة النوعية ضبطا ما بين منثور وهي مؤلفات كألفين ما بين منثور وحوقي بسنتامد أهو حويان مدان قبايا هين ومنظوم يمد قبايا يوقع بسنطه ومختصر مد كوبا وكوبي ومبسوط يمد الكلبحي حتى صار أساس التاليف كوس حتى صار إلا ونقضي فنا نوع علوم تكمد مستقلة مدحبنا ولو يساق وصقنا هذي كيان وشريتان كيس وجوده ومميزاته يوحي أباه وكقد وياهي علوم تكلاء قال رحمه الله تعالى الأحكام وإنكي نري انت صرورة مدوحي كساب سنايدون علمي كان نصول الفقه لنا هذا حد كيسا متعريف كيسا يفايه سواحكا مدوشي وإنكي نري وحكا لو مقدمة الله وقال لقاء أحكام ما دام أدلة الأحكام وكاضلية ورطة أحكام وما حد وإن لفهمه وحدال أحكامه جمع حكم وي وحكم أولا جمعي وهو حكم كلغة اللقان القضاء وي مركا حكم كلقان القضاء معها إيواء المنع والديد مدى
لكن شاعرك لها بني حنيفة تحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب غير بنو حنيفة منعية وديدة حد قدبك أحمد قرأت دين عنك بغاني ندين عراضي قضاء قلفتي سرع حكم والي رهضة مع حكم لو قمك عابي لأنه يمنع الحق من غير المقضي له كرصوركم حقا كي لو حكمي كان يبدا وديدا وحوينو كور استاغا وكذلك حكمه الدابه حكمها سنوح ما قال لوغو بخي ماددا حادي كاف كيميمكو منع بيت صيانه لانه يمنع الدابه من الجري الشديد ودابدا سي حكمو كخري و خو وديديا ساي دونتا ان اسغا اوردو وا لوغو سو قبانيا دا وا لوغو حكمينيا واي واصطلاح الرب حينهانا حكمكم ما اقتضاه ووحو كان صدو خطاب الشرع شرعي هذا الكيس خطاب كالمتعلق يهامد كحران المرتبط بأفعال المكلفين مكلفين تا أفعال شود كو هدى مكلفين أما يدعكر تا مستقبل كين مكلفين غدا خطاب كاسي أو من طلبنا إن وحسمينتي أما كتجستي لقد ضلبيه أو تخييرنا أما الدور قلين وين السمايان اللي يسكد عيان للدور قلينية أو وضعنا أو وش لقد ضلبي أما للدور قلي على مدى اللوية لي مركا وحلوية قانو حكمك صنفكم مركو قياحيو وحماري ضريقة دي فوق هذا طريقة الوصولين توبا ضايم وكلاح أنا مثلا أريد أن كل شيء قواني يدن كوري شيء مركا لقيا حيو وحلقو قيا حا المدرك ووشي لفتي سين للشيء لقيا حي فقه قيل لرهضو الأحكام الشرعية العملية وصول الفقه قيل لرهضو حكم كان لرهضو وخطاب الشرعي سين لفتي سين مركا للشيء مركا لقيا حي يين لقو قيا حو الإدراك وقرشد على قرد سأين لرادو فقه معرفة الأحكام الشرعية إمي كالكن حكمك دليلك ما اقتضى وخطاب الشرعي وحكين صدو شرعي أما الشارع هذا الكيسو أيوه يعني وحكا داشا إمي كمثلا وأقيم الصلاة وخطاب شرعي وهذا الكيلاي صنع وحكين صنع ومحي وجوب الصلاة صلاة واجب نبيه صلاة مالك وجوب الصلاة قاعد سيبا حكم كينو قانية ووحيو كان صدايا وصوليين تسوى حي راهدان بدن كودو مالك حكم قيا حيان حكم كوا خطاب الشرعي واقيموا الصلاة اللفت يدا حكم كيبا ورنين يبقى ولا تقربوا الزنا رغاليوك للدوين وفيرسو هذا الكي شارع آيات دي اما حديث كي اما وحيو تيرسنية عسكنية لفتي سعي حكم كل شيء قال وصولين تبدأ نكون فقهادنا وحكرنا شد ليك أثر كيس وواجب ما حارنتمين ما صنين ما كراهين ما إباح وركائم كمصنف رحمه الله تعالى تنو مريواته واتي أي فقهادو أي أبض ناين وإن لرادو دليل كوحكرنا شيء حكم كيه ما اقتضاه وحكين صدا ما أضلبه خطاب الشرع واقيموا الصلاه وحي كان سنه سامحي وجوب الصلاه ولا تقربوا الزنا تحريم الزنا ولا تاكلوا الربا تحريم اكل الربا لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه استحباب السواك عند الصلاه وكوحد دليلك وكان سنه اي حكم كيبول وانا طريقه الفقهاء وصولين ترى محي ورنيان دليل كلفتي سايا وما اقتضى وداسي كريب يا رمح ورنيان مركي يوقع حيان وخطاب الشرع ورنيان واقيم الصلاة اللفتي دا حكم كيان يا ورنيان خطاب الشرع محاله قلت شذا الصلاة عندي وهذا الكيل هاي كلام الشارع لكن الدلد وما هذا الكيل هاي قرام وقران كو قرام وبقى الدليل مركي خطاب الشرع وصولين تا يدي فقاد وحي وقلت شذا كلام الله وما يستند إليه كلام الله وما يستند إليه هذا الكيلاهي وآيات القرآن كهذا
iyo wixii de cuskada ee daliilnimadiisu ay ku sugnato aayadka waxa daliilnimadiisu ay quraanka ku sugnato waa maxay waa sunni hadith oo dhamiday hadith alqudsi ma yaani hadalkii ilaahay ma waa hadalkii nabi daliilnimada hadithku maxay ku sugnato quraanka quraanku cuskan yahay hadithku wakadalka ijmaacu de hadal ilaahay iyo hadal rasuul minna wama daliilnimadu samaxay ku sugnato tahay alquraan ay ku sugnato والسنة وكذلك قياسكم هذا الكيله هي ما لكن يستند الى كلام الله فخطاب الشرع محاله قد شباب نري كلام الله وما يستند اليه هذا الكيله يوحى اسكت مركا خطاب الشرع هو قرانك وسنه واجماعي وقياسك وهكذا وقرانك وكلام الله انت كلام تستند حجيتها إلى كلام الله حجة نمذة دليل نمذة كلام كإلهي كتير صنف حتى بعد الكلام يوفر بدي هذا الإله وحد شيرك تعلق إلى إذا تدز صوما كام حكم يا الله ورنا يا وكان صنيا الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلهي إذا تدز وكهضي قل والله أحد الله السمد حكم الله ورنا بليل استلعان ويفعل المكلفين ده كما هضي يمحو كهضي إلهي إذا تدز وكذلك وحد كهضي ذوات المكلفين مكلفين تذات تدود أمور كود نبي الله يا آدم كان طوله 60 ذراعا حديث كاسو كلا حكم لما أراني وهي فعل مكلف كما هضلي إذا تم مكلف كالي كذلك أوسافته ذوحة كالي يعني عرب يا عجمي وقيم صمان لا فضل للعربيين على عجمين يوم مدبدو ذي وحيابان وعاصم وكذلك هذا الكيلاهي أما أدل هذا كتع على القدم مخلوقات كان كلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب معنا استلاحان حكم لما أرانيه شيء مباشرة ده فعل مكلف وقمت تعلقه ولا محل سنة سوار عدمة المتعلق نوح اللي قد شدان نريم عن المرتبط كحراني وحو كسا بسي وكسا عضايا بأفعال المكلفين أفعال المكلفين نبحا اللي قد شدان أعماش وده برقام حاس وقل ايه أقواش وده وحياي كوهضلان ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ده كما صاحب سنة فعل قول بكو صاحب سيء مركا أفعاش أن هلك اللي شيء يقول وكمت ومتعلق بأفعال المكلفين كذلك وحي سوق لي أعمالهم وحي السميان يوحى نعم خيرا مشهرا وحي كل أفعال المكلفين سوق لي تروكهم وحي كتقان ومثلا ده الامر معروف انه على المنكر كاد يكتغان لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدح راسبه ويسوغليان افعالها المكلفين مكلفين تنيا لوغه جيدا تكليف كوينو يمن دونا هي شروط اصلهان ده العاقل البالغ وفق قانغار كاميرك قبا marka halkan مكلفين تا waxaa looga jeeda من نشأني متكلف كوا مكلفين هضعة أما دا يدعي كرتين مكلفين نقدر مركم حاس وقل يضطك والوالد يو كوي الربو يسوقل ين هذا يعني مكلفين هان لكن دا يدعي كرتين وكان والن ميرسدو مركا آيات كده بكت آيات عسوب مسود دقيسة آيات دي هرومبا واقيم الصلاة تدوم بكت علقس وكذلك كير مركو قان جارد دي مكلف بنقانيه آيات دي بكت علقس وهي خطاب كما هذا الكاشارع سدح متكود بنغانيا إنه الطلب يهي طلب كنوا الله طلب الفعل ويفعل هي طلب تركه لا تفعل أما إنه يهي تخيير دور قلن وهذا خيار كله دون السماء دون السنس كده إيه إنه الطلب ناين تخيير ناين على مدو يهي ضلب كي وحيابا الله يالي أستان الله يالي مركا أحكامتي تكليف قايد أحكامتي وضع قايد صدح دو ميشي كتشيران وطلب كي التخير كو أحكام تكليف قايد وطلب كو عسوق لي طلب الفعل واجب كي مندوب كي واسوق لي إيجاب كي ندم كي يطلب ترك والتحريم كي كراهدي تخير كنا إباحدي شنتي أحكام التكليف قايد انتاسي كتشيرتا من طلب أو تخير وضع قنو حسوق لي وحلال وحلو يقانا الأحكام الوضعية حكمت للدتشية علامات الله يهلي طلب كيو تخير كالله يهلي أسبابتي شروطي موانعتي وعسونا بسوق لي السحادي فسادكي كواسونا بسوق لي طيب
فالمراد بقوله إنه خطاب الشرع على الكتاب والسنة لوجه هذا وما يستند إليه ما ندك درسه. والمراد بقوله المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق به لوجه هذا وحي كح لرسان بأعمال مع عماش هذا سواء واحد يسكم إذا كانت هاتي عماش هذا سي قولا هاتي أم فعلا إيجادا واحد للترسين يولا الصمين هاتي أم تركا أما كالتقيس هاتي فخرج بيوحا كوبا حي ويسوقوا عن حكم نقونين استلاحا ما تعلق وحي كنت تعلق بالاعتقاد عقيدة اللي فعلكم متعلق فلا يسمى لقول مقعاي ما يحكما بهذا الاستلاح استلاحا ملكا وحلق ديسو. والمراد بقولنا ريال المكلفين ما مدبا لوغت شيدا ما كوا لوغت شيدا من شانهم أرهم كودا أي كمد تهي التكليف إلا كلفه فيشمل وحو كوبصانا يا الصغيري والمجنون الصغير كمجنون كمركا يسفد عليه المكلفين معها لكن كوا اللي كلفه جنس يقول دي كمدين ودي أري ما هدي يقيل يو دارة يا حيوانات معها يا دقحان يقيد ما هدي وبني آدم بني آدم كانوا حاصلوين إلا كلفه. والمراد بقول أري من طلب الأمر والنهي بس وقليه وأمر كنا دي وطلب الفعل نهي قنا وطلب الترك سواء روح يسكم إذا على سبيل الإلزام سي اللازمين يا كتيرتو هلو ضلبو ودي مركا أمر كنا وأتشمين بوتسينية دي لازم إلى صعته نيجنا تحريم بوتسينية أو الأفضلية يا مسي فضلي ساي كتيرتو دي أمر كيسي فضلي سي كتيرتا دو صبحه ند ببوتسينية نيجنا سي فضلي سي كتيرتا دو صبحه كراو توسينية. والمراد بقول الله راو تخييرنا المباح بالو قد شيء ذا السجا أفك ولا الدور قلي مباحي. والمراد بقول الله راو وضعنا الصحيح والفاسد والنحو بالو قد شيء ذا ومما كمدا الرمي وضعه دتيا شارع ومن علاماتنا علامات وأوصافنا وللنفوذ الشيء في لتان كيس ودتي يول الغاي كنسل جرينتيس يتورستيس والله أعلم صلى الله على نبينا محمد.